السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين الكرام. فيديو جديد النهاردة إن شاء الله هعمل مع حضراتكم بقسماط السمسم. مكونات اللي معايا نص كيلو دقيق، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الخميرة، هنزل عليهم ب 125 ملي من الزيت. هضرب الكلام ده كله مع بعض الأول، بعد كده أرجع لحضراتكم. بقى الخليط معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، زي حبيبات الرمل بالظبط. هنزل عليه بالمية، بسم الله. الكوب المعيار اللي انا شغاله بيه دوت يا جماعه 125 مللي من الميه، هنزل عليه باتنين كوب، ادي واحد وهحط التاني، وادي التاني. ممكن يعوز كمان ربع كوب، ممكن ما يعوز، هنشوف ان شاء الله هيعوز ولا مش هيعوز. ده شكل العجين قدام حضراتكم، شايفين حضراتكم عامله ازاي، لسه ما لمتش ازاي، لسه مفروله معايا ازاي. هحط لها كمان حوالي ربع الكوب المعيار اللي انا شغاله بيه، ونشوف كده هتعمل ايه معانا. شايفين حضراتكم كده العجينه بقى شكلها ايه ولمت ازاي. كده وقفت الميه، اخدت مني الميه قد ايه، اخدت مني 2.5 بالكوب المعياري اللي هو عياره 125 مللي من الميه. هسيب العجينه اللي قدام حضراتكم دي ترتاح لمده 5 دقائق، بعد كده نشكلها مع بعض. السمسم زي ما حضراتكم شايفين كده 200 جرام من السمسم عليهم 3 معالق من الميه، قلبتهم بحيث يبقى السمسم مندي زي ما حضراتكم شايفين كده وطري. يلا بقى نقطع العجينه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي العجينه قدام حضراتكم، عملتها على هيئه مستطيل، باخد كده على قد التقطيعه. طبعا السمك والحجم ده يرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، سهله جدا ازاي، عشان ارتاحت معايا والتقطيع مظبوط كده تمام. بعد كده جريح عصاج اللي هسوي فيه، حاطه فيه كميه من السمسم، وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. ادي البقسماط بجيبها يمين وشمال، سهله جدا اهي، ما فيهاش اي حاجه. وبعد كده جنب اخواته بحطه زي ما حضراتكم شايفين، سهله جدا، ما بتاخدتش مني ثواني. اكمل الكميه كلها بالشكل ده واوري لحضراتكم ان شاء الله قبل ما ادخله الفرن. بعد ما خلصت الكميه زي ما حضراتكم شايفين كده، هبدا اقطعها كده قدامكم. طبعا لو حضراتكم عايزينه بالطول ده سيبوه، لكن انا بحبه صغير شويه فهقسمه. بسم الله، بقطعت العجين وانزل كده عليه مره واحده، والتاني زيه بالظبط. هسيب بقى الكلام ده كله يخمر، وان شاء الله قبل ما احطه في الفرن اوري لحضراتكم. البقسماط قدام حضراتكم قبل ما احط الفرن، طبعا هو خمران وريحته ماليه الدنيا مقارنه بالمعجنات اللي الاخرى، ما بيبقاش حجمه زايد قوي. انا دلوقتي مولع الفرن جنبي على نار متوسطه، احط الاول تحت وهولع الشوايه مع الفرن، ياخد الاول لون من تحت وبعدين اطلعه فوق، يستوي ان شاء الله واوري لحضراتكم. استوى البقسماط معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده لونه وده جماله، مش قادره اوصف لحضراتكم طعمه وجماله، تحفه جدا. تعالوا كده بقى نشوف واحده، بص كده، ادي من تحت وادي من فوق، شايفين حضراتكم، شايفين اللون وجماله، شايفين السمسم ماسك فيه ازاي. تعالوا بقى كده نقول بسم الله، سمعتوا التكه، شايفين قلبه مفرغ ازاي، ايه رايكم؟ أي اهم حاجه في البقسماط عشان يطلع النتيجه اللي حضراتكم شايفينها دي، لازم النار تكون متوسطه، يعني حوالي 180 درجه، والاول نحطه تحت ياخد لون، والشوايه تكون ولعه معايا من فوق من تحت، وبعد كده اما ياخد لون اطلعه من تحت، اطفي الشوايه واحطه فوق، واسيبه كده يستوي على الهين، هيديكوا نفس النتيجه دي ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، واهم حاجه قبل ما انسى، الخميره ما تزيدش عن معلقه صغيره عشان يديكوا النتيجه دي. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول اعجابكم. شكرا ليكم، اسما فود.